ومعنا هاتفيا من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي السوداني محمد شناوي. مرحبا بك استاذ محمد. اسبوع جديد إذن من الاحتجاجات في السودان، دعت اليه قوى سودانيه في المدن والاحياء والقرى، كيف وجدت استجابه الشارع السوداني لهذه الدعوات؟ في واقع الامر ان الاحتجاجات في السودان يعني وجدت قبولا كبيرا جدا من قبل المواطنين، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية في السودان تعيش ترديا كبيرا، سيما وأن هناك يعني أزمات بدأت منذ العام 2011، حيث فقد السودان نصيبه من نصف دولة جنوب السودان، وبالتالي بدأت الأزمة يعني منذ ذلك الوقت وتفاقمت بعد العام 2011 إلى أن بلغت ذروتها في العام 2019، حيث لا توجد هناك يعني حيث لا توجد هناك أزمة في الغاز، هناك أزمة في الدواء، هناك أزمة في الخبز، وهناك أيضا أزمة في عدد من المتطلبات اليومية، ولذلك المواطن السوداني خرج بسبب هذه الأزمات، خاصة وأن الأزمة في كل يوم تمشي في ازدياد. طيب سيد محمد، صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها ذكرت أن البشير يبدو أنه عازم على البقاء في السلطة برغم هذه الاحتجاجات، كيف ترى تعامل حكومة البشير مع هذه التظاهرات، وهل ترى أن الحل الأمني يمكن أن يكون ناجعاً؟ الحكومة السودانية حتى الآن هي لا تزال يعني تمارس في تهدئة الأوضاع، لكن على أرض الواقع لا يوجد حل واضح حل لهذه الأزمة، خاصة وأنه الحكومة الآن هي أيضا تعاني من أزمة اقتصادية بسبب النفط كما ذكرت، والآن والسبب أيضا هناك سبب آخر أنها لا تدعم أيضا الإنتاج المحلي، الزراعة الآن منتهية تماما في السودان، وهناك الصناعة كذلك تعاني أيضا برضو من أزمات. الحكومة حتى الآن هي لا تملك الحل، لأنها لا تفقد الشيء كما يقولون لا يعطيه، لذلك هي تفقد الكثير. لكن الملاحظ دائما من قبل تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير أن هناك أيضا تهدئة، وهي مفاد أن الأزمة ستنجلي في هذه الأيام، يعني هناك تهدئة، وهذا دليل يؤكد أن لا يوجد حل جذري لهذه الأزمة. مؤخرا لكن هناك تصريحات برزت لمسؤولين في الحزب الحاكم، وهي ربما تزيد من الاحتقان، خاصة نائب الرئيس هناك كان له تصريح يعني مستفز يعني وايضا الفاتح الزبي كان له تصريح ايضا مفاده ان من يخرج الى الشارع فنقطع راسه. لذلك هذه التصريحات اثرت في حقيقه الارقام، يعني اعلن النائب في السودان زياده عدد قتلى التظاهرات التي شهدتها البلاد الى 24 قتيلا وايضا 131 مصابا. بدايه، ما صحت هذه الأرقام، وهل ترى رد فعل الشارع على هذه المعاملة، كيف ترى رد فعل الشارع على هذه المعاملة من السلطات؟ سبق أن أعلنت منظمة أن عدد القتلى حسب بياناتها أنها عددها تجاوز 40، وكذلك الحكومة بالأمس أعلنت مقتل 24. قبل فترة كان هناك أيضا تصريح لحزب الأمة أن عدد القتلى 22، هناك تضارب في الأنباء، دائما الحكومة تقلل من الأرقام، وبالتالي المعارضة تحاول أن تزيد، ولكن المنظمات هي في تقدير أن هي مهنية أكثر من الحكومة أو المعارضة، وبالتالي أعتقد أن العدد ليست بالقليل، وهناك فعلا عدد من الضحايا، هناك عدد من الجرحى، لكن حتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة، خاصة وأن السودان دائما ما يعاني
من هذه الإحصائيات، يعني في كل شيء لديه يعني إشكالية في الأرقام. يعني طيب الآن سيد محمد، الأرقام هي دائما نعم تدخل الاتحاد الأوروبي ودعوته إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وضمان حرية التظاهر، ما تأثيره في المشهد؟ والله هو ربما يعني يؤثر في المشهد السياسي، خاصة أن الحكومة السودانية هي يعني في عزلة دولية، يعني وبالتالي هي تحتاج إلى أي دولة، والاتحاد الأوروبي أو أي دولة لديها مطالبة ربما يعني ستضعها في الاعتبار، لأن الوضع في السودان هو لا يحتمل، يحتاج إلى دول صديقة، خاصة وأن هناك أنباء عن أن مبادرات من قبل الدول لكن الحكومة رفضتها. لكن يعني في واقع الأمر أن الحكومة السودانية تحتاج إلى دول صديقة تخرجها من هذا النفق المظلم. شكرا جزيلا لك سيد محمد الشناوي الصحفي والمحلل السوداني.